طيب عاوزين بقى نتكلم في شوية أرقام. ردود الأفعال اللي جات لنا قدام حضراتكم تصنيف ليها. جالنا ردود مكتوبة، احنا أطلقنا دعوات فجالنا ردود مكتوبة. ردود مكتوبة من 110 مواطن، 65 حزب، 52 شخصية عامة، 38 من منظمات المجتمع المدني، 17 برلماني، 11 نقابة، وزارات وهيئات عامة، 5 ردود، بما يحمل معه أنه يوجد تفاعل وردود فعل إيجابية وواسعة. بالنسبة للمقترحات اللي جات لنا، تنوعت ما بين مقترحات فيها رؤية مكتوبة، ودي كان عددها 228 رؤية، وفي كانت عندنا طلبات مشاركة دون رؤية ودي عددها 136. والحقيقة ان احنا جات لنا بعض الطلبات الخاصة وكنا بنستقبلها وبنرد على اصحابها بان تم استلام الطلب وتم احالته لجهات الاختصاص، وهي ما خرجتش عن ثلاث انواع: اما رغبة في تنفيذ حكم قضائي، او رغبة في الحصول على فرصة عمل، او رغبة في وضع الامر امام لجنة العفو الرئاسي. بالنسبة للمحاور المقدمة، امكن ان احنا نصنفها لثلاث محاور اساسية، وده تصنيف علمي: محور سياسي، محور مجتمعي، محور اقتصادي. حظي المحور السياسي ب 37% من الاهتمام، 33% من عدد الطلبات المقدمة تركزت على المحور المجتمعي، و 29% تركزت على المحور الاقتصادي. فيما يتعلق باستمارات التسجيل والعدد الكبير اللي أنا ذكرته، اللي هو يقترب من 100,000 استمارة تسجيل، أمام حضراتكم تصنيف جغرافي لمن قدم هذه الاستمارة. دول مجموعهم تقريبا 100,000. كانت القاهرة الأعلى مشاركة، وطبعا جميع يعني موضح النسبة أمام كل محافظة. اللافت للنظر أنه لا توجد محافظة واحدة لم يتم تقديم طلب منها، 27 محافظة طلبوا الاشتراك.